اللي هو الشرح الحالي بعنوان استراتيجيه الدوله الوطنيه لمكافحه الفساد حاضرا ومستقبلا. طبعا كل الندوات هتبقى تحت رعايه معالي وزير الناس عبد الدايم وزير الثقافه والدكتور هشام عزمي الامين العام لمجلس الثقافه. انا بتشرف النهارده ان الدكتور كمال زهران مقرر لجنه الاقتصاد والعلوم السياسيه تعاني من توثيق هذه الندوه، وانا سعيده جدا بوجود اساتذتي وزملائي معايا في هذه الندوه، لان هم قرروا ان هم يساهموا مداخلات على بعض كبيره جدا من التتابع من النواحي الاكاديميه والنواحي التطبيقيه، وده حاجه تشرفنا جدا. فهعرفهم بدايه وبعد كده هدي يعني هبدا بالدكتور جمال ليستقبل صورهم، وبعد كده هنبدا ان شاء الله بالدكتور سيد الدول خالد سعيد. فالنهارده بيشرفوا الثلاث متحدثين اللي هو خالد سعيد وكيل هيئه الرقابه الاداريه، والاستاذ الدكتور احمد صبري عاشور استاذ الاداره الاستراتيجيه والموارد البشريه في كليه التجاره الجامعه الاسكندريه، والزميل العزيز الاستاذ الدكتور محمد اسماعيل رئيس قسم الاداره بكليه الاقتصاد والعلوم الاساسيه. طبعا احنا يعني سابقين لنسمع زي ما قلت الجوانب التطبيقيه والاكاديميه، وهنبدا بكلمه الاستاذ الدكتور تلازم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا انا مش هطول خمس دقائق ان شاء الله. ارحب بحضراتكم جميعا جميع الحضور. النهارده بيشرفنا ثلاثه من الاصدقاء الاعزاء الحديث عن استراتيجيه الدوله الوطنيه لمكافحه الفساد حاضرا ومستقبلا. ومعانا سياده اللواء خالد سعيد وكيل جهاز الرقابه الاداريه، ونرحب بيك يا استاذ الشغل، والاستاذ الدكتور احمد صقر عاشور استاذ الاداره العامه والمدير العالمي في مكافحه الفساد، استاذ جامعه اسكندريه، والاستاذ الدكتور ممدوح اسماعيل استاذ كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه للاداره العامه، وايضا مسؤول عن برامج مكافحه الفساد في هذا المقام. احنا معانا ثلاثه من الخبراء نعتز بيهم هيكلمونا عن الدوله الوطنيه في مصر وانه في كيفيه مكافحه الفساد. اللجنه اختارت هذا الموضوع على خلفيه انه في اجندات في العالم والاقليم وفي داخل مصر، الاجنده دي بتدور حوالين كيفيه مواجهه الفساد. فاحنا الحقيقه طبعا في اختيار موضوعاتنا، ده دور اللجنه بتختار الموضوعات، موضوعات ساعه، موضوعات حاليه، موضوعات مهمه بالنسبه للناس، دور دور تمرين ثقافي بنساعد على تغيير الراي العام، دورنا ان احنا نسكن الفصول بين الدوله الرسميه وبين الراي العام والقطاعات المختلفه. لذلك من اهميه دور اللجنه وغيرها من اللجان الاخرى في داخل المجلس انه اصبح البث على الهواء، يعني يرانا الان ليس الزملاء الموجودين في الموقف في القاعه، بل يرانا ما لا يقل عن 20,000 واحد في ذات الوقت. وده اصلا معناه ان احنا عدد المستقبلين لنا كثيرين، وفي نفس الوقت التفاعل بيبقى كبير جدا بالنسبه للناس. وده كده بيكون بدورنا الايجابي في توصيل الافكار الاساسيه في قضيه معينه او موضوع معين. طبعا احنا مهمتنا في اللجنه ان احنا بنتناول القضايا الاقتصاديه والسياسيه، ابعادها المجتمعيه المختلفه. اما في موضوع الندوه اللي هي انا كنت بشغل مع عضو مجلس الشعب مستقل خمس سنوات 2005 2010، كنت يعني قدمت اكبر عدد من الاستجوابات 73 استجواب في خمس سنين، ووثقتهم في كتاب رسمي، وايضا سلمته لاكبر من المسؤولين في البلد، وكمان ناقشت 14 استجواب في خمس سنين. احنا كنا ده برلمان سابق لم يناقش ولا استجواب نهائيا، في حين ان البرلمان ده هو اداه الرقابه الوحيده، لانه هو بيحاسب الشعب، اما الاجهزه بيحاسبها كل في موقعه وحسب اختصاصاته ولغايه رئيس الجمهوريه هو اللي بيحاسب الاجهزه.
وبيقيمها من خلال برضه مستشارينه وخبراءه في المجال. لو احنا شفنا موضوع الفساد كمان، انا بدل موقع الدكتور احمد صالح كان معانا في هذا منظمه اسمها برلمانيين عرب ضد الفساد. ومصر اشتركت فيها. وانا عضو مجلس اداره في الاتصالات العربي منتخبا حاليا ورئيس الفرع المصري للمنظمه. فعندي وانا مهتم بهذا الموضوع، مهتم اهتمام كبير جدا، لانه الفساد ينفض كالسوس في الخشب، ينفض في الاقتصاد الوطني. كلما استعرض وانتشر الفساد كل مكان، الاقتصاد الوطني معرض لهزات الى حد كبير. فعشان كده الامم المتحده عملت اتفاقيه عامه والزمت الدول العامه 193 دوله بضروره وجوبي الاتفاقيه الوجوبيه، وده اللي هنسمعه من زملائنا، انه مطلوب كل دوله ان تضع استراتيجيه طبقا لما نصت عليه الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد اللي اقرتها وصحتها الامم المتحده. الوثيقه عندنا ونشتغل عليها حتى في البرلمان عرض الفساد. في زميله لنا او معهد التخطيط، ده مؤسسه قوميه، يعني دي مؤسسه قوميه، مؤسسات العتيقه في الوطن العربي، اقدم مؤسسه تخطيط في الوطن العربي الاوسط معهد التخطيط. اساتذه اهتموا بالموضوع وجدوا انه 2007 2008 حسب اخر تقرير انا شفته كده، ما فيش تقارير ثانيه من احدى الاستاذات العالمات في هذا الموضوع، عمل التقرير الاقتصادي الجامع جمدت فكره الفساد وصلت الى 50 مليار جنيه. فانا يعني حاولت اتواصل معاها لغايه ما عرفت هي كتبت الرقم ده ازاي، يعني عشان تيجي تتكلم دي تتكلم ازاي. هي يعني بتعمل هي فارق طبعا، ده تقييم 2008 2009، يعني بتقييم 2020 21 ده معناه ان احنا قدام حجم الفساد في المجتمع المصري يصل الى نصف تريليون جنيه على الاقل، 500 مليار جنيه على الاقل، المعدل 1.10. طيب ايه الاجماليات دي بتيجي منين؟ الاجماليات دي بتيجي بين ما يتم فعليا وما كان يجب ان يتم بالفجر. يعني الحاجه اللي انا بعملها مثلا ب 10 جنيه تكلفتها الفعليه ما يجب ان يكون 100 جنيه. انا بعملها ب 2000. ففي هدر. يبقى الفساد يساوي الهدر في القيمه اللي هي بالنسبه للمال. كذلك بين الجانب الاخر في الموضوع بين ما هو قانوني وغير قانوني. هتجد في هدر اساسا بالمليارات. انا لن انسى مره قابلت النائب العام، النائب العام صادق يعني، وطاف من قريب يعني، وقابلته فقال لي ان حجم الفساد وقوته اكبر من سلطات النيابه العامه. ده خطير يا جماعه. عشان كده مساله تنظيم ندواته واعداد مؤسسات وطنيه لمواجهته وتقويه الاجهزه الرقابيه، دي من الاجندات الوطنيه الحقيقيه لحمايه بلدنا من الفساد، فساده كبير. احنا من خلال برضه المتابعات احنا عندنا قضايا فساد كبيره لفتت النظر ليها. الاراضي اكبر من لفت النظر الى الفساد في توزيع الاراضي ايام نظام مبارك، في فساد في استجواب رسمي موثق موثق اجملناه 800 مليار جنيه بين السعر الفعلي للارض وقت التسليم وما بين السعر المباع بيه 800 مليار جنيه، كان بيعادل قيمه الديون المصريه انذاك. النهارده لو شفنا حجم الديون يبقى القيمه دي 8 تريليون جنيه. قيمه الاراضي هي ما بين السعر الذي يجب ان تباع به في وقتها مش دلوقتي. برضه البنك الثاني خصخصه. حتى لمال عالي بلا حدود. وعلى فكره احنا برضه من القوى المجتمعيه استطاع
توقعك ان هي تستفيد 11 شركه 11 شركه ممن كان معاها من فرقصوا عمر افندي والملك البخاريه وسيبوا للولد الاخر. كانت النتيجه ايه؟ ان طبعا اتباعت فتح استكمال اتيان وغيرها 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 وغيرها. فبتتباع وفي قيود في عمليه الخصخصه، في اربع قيود موجودين في عقود البيع انا اتعرضت عليهم وعندي صور منها عشان ما نتكلمش بفراغ. يقول بقى بعد ثورتين مفاجأة انه وحدة الدبلومات 2013 كان تعديل قانوني، كان تعديل قانوني بانه قصر الطعن على العقود الإدارية بعد ما تقدر تجيب 11 شركة ونرجعها للدولة تاني وأغلبها ما اشتغلتش لغاية دلوقتي، وقوة الفساد ها حرقت إحدى الشركات في يوم ما تم تسليمها القرار من المهندس مريم ماهر رئيس الوزراء. نفذ الحكم بحرق هنا الشركة اتحرقت. عندي صورة كده. اتحرقت كلها. يعني لو في رفض لازم استمرار الفساد، فده يستلزم ان اجهزتنا لازم تبقى اقوى من كده بكثير. الجمارك، الضرايب، المحليات، والتراخيص. صحيح في تراجع عن الفساد في الفترة الأخيرة. أنا لما أسمع نتيجة توقف نشاطات معينة، بس لها أدراك اقتصادية أخرى. فأنا عايز أقول يا جماعة في الآخر إنه إحنا الدولة المصرية مطالبة بتقوية أجهزتها. ولازم البرلمان يبقى أكثر قوة. ولازم البرلمان يحاسب الحكومة حساب عسير، لأنه لو إحنا ما تحاسبناش هننفذ اللي إحنا عايزينه. ليس من المصلحة العامة إضعاف البرلمان. بأي شكل من الأشكال. بل بالعكس تقوية دي، لأنه لما بيكشف الحكومة تحاسب. لما أحس إن أنا متراجع لازم همشي كويس. اتجنب الغلط. ده يستدعي ايه؟ رقابه. في عندنا رقابه شعبيه، في رقابه مؤسسيه اجهزه، في رقابه برلمانيه، في رقابه سياسيه، كل انواع الرقابه احنا محتاجينها في هذه الفتره العصيبه اللي بتمر بيها مصر. اتمنى لكم التوفيق، وانا سعيد ان انا قدمت في كلمات بسيطه موضوع ضخم كبير له ملفات وله صفحات وله عالم كله مهتم بيها. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور بنات مرام، وذاك المحدث الاول اللي هو خالد سعيد وكيل هيئه الرقابه الاداريه، فليتفضل. احنا ما عادش عندنا في سنه الكورونا محدث فقط على المنصه، ف يعني تقديرا للوظائف. طبعا الدكتور خالد سعيد اللي هو خالد سعيد يعني تشرفت بمعرفته في عملنا لما كنا في جامعه القاهره. جامعه القاهره كانت من احد الجامعات اللي كانت مشاركه في الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد وهي ما زالت، واكيد الدكتور مفتوح عنده يعني التطورات اللي حدثت في هذا المجال. فكان جامعه القاهره وجامعه الفرق الاساسيه بشكل خاص دور كبير جدا في هذا الموضوع وما زالت. فيعني دي معرفتي انا في اللي هو خالد، وطبعا هو خالد بعدها يعني تطور يعني تطرق من عميد اللي بقى الحمد لله اللي هو دلوقتي وسافر مصر كلها من اول ما كان كافح الفساد فيها واشياء اخرى. فهو النهارده يعني يشرفنا ومجهز لنا عرض وكمان فيديو علشان توضيح اهم المفاهيم، وهيتكلم عن الدور العالم الحقيقي والتطبيقي اللي بتقوم به الهيئه في الفساد. طبعا ده كان لهم يعني مردود جيد جدا في تحسن وضع مصر في المؤشرات العالميه، ويعني ظهر لنا الناس اللي شغاله في الموضوع ده على مدى العشر سنين اللي فاتت. طبعا لحظة ان في تحسن في نسبه المؤشرات، ووضوح حتى الطلبه في الجامعه ابتدوا يبقوا اكثر ذراعا في المواضيع دي بسبب المجهودات الكبيره هو خالد سعيد. مساء الخير، وبنشكر حضراتكم على التواجد، وبنشكر معالي وزير الثقافه على اقامه هذه الفعاليه، ومجلس اعضاء الثقافه وكل القائمين في مجلس اعضاء الثقافه على منح هيئه الرقابه الاداريه التواجد اليوم لاستعراض جهود مصر في مجال مكافحه الفساد. بشكر طبعا الدكتوره
سنين على المقدمه، واحنا طبعا عارفين الوقت مضغوط والظروف يعني بتمر بيها البلاد في ظل لقاح كورونا، فاحنا بنشكر على ان الفعاليه دي متواصله معاك. طبعا احنا بتواجد عرض الاستراتيجيه الوطنيه لتحقيق الفساد اليوم، حضراتكم مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه الفساد بنهايه الرقابه الدائريه كان ليها دور هذا العام في اقامه الاحتفاليه، واحنا هنستعرض مع حضراتكم كده سريعا احنا الخطوات اللي مصر ماشيه عليها ايه، ووفقا للمعايير الدوليه والاتفاقات الدوليه اللي مصر موقعه عليها سواء اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد او الاتفاقيه العربيه او الاتفاقيه الافريقيه او فيما يتعلق بالاتفاقيه اللي هو السعودية لشركة الموظفين الأجانب، فإحنا هنستعرض بسرعة كده إحنا جهود مصر إيه؟ إحنا النهاردة العرض هيتضمن هو الظهير الدستوري لعملية مكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية، يمكن الدنيا اختلفت اعتباراً من 2014، ثم هنتناول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ثم هنتناول مع حضراتكم دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد، لأن الفساد دلوقتي منقسم إلى قسمين مهمين جدا، المنع ثم المكافحة. ويمكن هو ده الدور الجديد لهيئة الرقابة الإدارية اللي بتعظمه في الفترة الأخيرة، اللي هو اتخاذ إجراءات ومجموعة من السياسات والتدابير للحد من ظاهرة الفساد وفقا للمعايير المعنية بمنع الفساد اللي نصت عليها اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد. احنا بس الاول كده هنبتدي من 2014 ان اصبح هناك ظهير دستوري في مجال مكافحه الفساد، ففي باب كامل في دستور 2014 نص على الهيئات والسلطات الرقابيه، فعندنا نص المبدا 215 تضمن بمنع الجهات الرقابيه الاستقلال الفني والمالي والاداري في مجال مكافحه الفساد، ونص على ما هي الهيئات الرقابيه، ومن ضمن الهيئات الرقابيه اللي تم النص عليها اصبح هيئه الرقابيه. فدي طبعا دي قوه لهيئات مكافحه الفساد في مصر انها تعمل في الاستقلال الفني والمالي والاداري اللي كافه المعايير الدوليه بتنص عليها. مرحلة تانية كان مهم جدا حضراتكم ان يبقى في نص مادة 2016 اللي ألزمت الدولة المصرية بمكافحة الفساد من خلال التنسيق ما بين الهيئات الرقابية فيما بينها من أجل الحفاظ على المال العام ونشر القيم المزارع والشفافية. طبعا حضراتكم أصبح هناك ضرورة لمصر في ظل هذا الدستور أن يكون هناك استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد دي حضراتكم معنيه بها كافه مناحي الدوله سواء كان من خلال الحكومه او قطاع خاص او منظمات مجتمع مدني. احنا عندنا مسدس فعال في مكافحه الفساد، لابد ان يكون تضافر لقوى الدوله بالكامل في مجال مكافحه الفساد، لان مفيش دوله في العالم الهيئات الرقابيه لوحدها مكافحه الفساد. لابد ان يكون هناك شركاء نجاح، شركاء نجاح ديت بيبقى اضلاع المثلث الحكومه والقطاع الخاص والمنظمات المجتمع المدني تكون معنيه بمكافحه الفساد. فمن هنا حضراتكم الانطلاقه الخاصه بدستور جمهوريه مصر العربيه هو ده اللي منع خطوات الهيئه او خطوات جمهوريه مصر العربيه في السيطره او انها تاخد اجراءات للسيطره على مكافحه الفساد. احنا طبعا من انطلاقا من الدستور تم تشكيل لجنه اسمها اللجنه الوطنيه التنسيقيه للقيام بالفساد ومكافحته. هذه اللجنه حضراتكم فيها اعضاء كافه الجهات المعنيه بمكافحه الفساد من اجل وضع رؤيه موحده لمصر في مجال مكافحه الفساد ولتعزيز التعاون ما بين الهيئات الرقابيه، ويبقى في تناغم ما بين الهيئات الرقابيه، ولتفعيل ووضع رؤيه موحده لجمهوريه مصر العربيه يتم طرحها امام المنظمات الدوليه والاقليميه في مؤتمرات دول الاطراف اللي مصر عضو فيها سواء في جامعه الجمعيه العامه للامم المتحده او جامعه الدول العربيه. من هنا حضراتكم هناك
لجنه اخرى مهمه جدا في تراس هيئه الرقابه الاداريه وهي اللجنه الرقابيه الفرعيه للوقايه من الفساد ومكافحته وفيها كافه جهات الدوله من اجل وضع خطط تنفيذيه لمكافحه الفساد اللي كان من ضمنها قراراتكم انها تحط استراتيجيه وطنيه لمكافحه الفساد ومشاركه كافه فئات المجتمع وهتلاقوا حضرتك تمثيل اللجنه الفرعيه اللي قدام حضراتكم هتلاقوا فيها كافه جهات الدوله الجهات الامنيه والجهات الرقابيه وحاجه مهمه جدا في الوزارات المعنيه في مجال مكافحه الفساد وتم اضافه منظمات المجتمع المدني بحيث تكون شركاء معانا في وضع استراتيجيه مكافحه الفساد. احنا طبعا في حاجه تخصصيه مصر بيتم في دور التزامات مصر الدوليه خلال الاتفاقات الدوليه اللي مصر توقعت عليها سواء اتفاقيه الامم المتحده او الاتفاقيه العربيه او الاتفاقيه الافريقيه فبيحصل حضراتكم عمليه حاجه تسمى الاستعراض. الاستعراض بمدى التزام مصر بتنفيذ الالتزامات الدوليه من خلال هذه المنظمات ومن هنا تم تشكيل لجنه اسمها لجنه الخبراء المنظمين ولجنه الخبراء المنظمين دي معنيه بالاعداد الردود المتعلقه بقائمه التقييم الذاتي المرجعيه الشامله والخاصه بالاتفاقيات الدوليه ويتم مناقشتها مع الدول التي تقوم باستعراض جمهوريه مصر العربيه خلال وفاء الالتزامات الدوليه. من هنا حضراتكم كان هناك بدايه لمصر 2014 مع خطه الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد، الاستراتيجيه الوطنيه دي هنتكلم كده هو دستور جميع جهات الدوله انها تتضمن مجموعه من الاهداف والسياسات وفيها مشروع مجلس اداء، فيها مسؤول عن التنفيذ، مسؤول عن المتابعه، فيها برنامج زمني وفقا لمعايير الاداره العالميه لان احنا عارفين طبعا الاستراتيجيه بيتم تقييمها من كافه دول العالم الحمد لله حضراتكم ان استراتيجيه جمهوريه مصر العربيه في المرحله الاولى منها اول اربع سنوات اللي هي 14 18 قامت الجمعيه العامه للامم المتحده باختيارها من ضمن افضل استراتيجيات مكافحه الفساد على مستوى العالم يمكن احنا شرفنا ان احنا رحنا في الجمعيه العامه للامم المتحده في فيينا واستعرضنا الاستراتيجيه ديت وتم ادراجها في الوثائق الخاصه اللي هي الجمعيه العامه للامم المتحده. احنا معانا فيلم بسيط كده قبل ما اشرح الاستراتيجيه هتلخص استراتيجيه مصر ايه في مجال مكافحه الفساد ان احنا رابطين ما بين حاجه مهمه جدا ان احنا نعلم تماما ان هناك اثار للفساد دول عديد من الاثار السلبيه. الاثار السلبيه دي بتؤثر على اهداف البنائيه للامم المتحده 17 هدف واحنا عندنا هدف 16 فيما يتعلق بالسلام والفعاليه والمصاصة القويه احنا اشتغلنا على المقاصد الخاصه بهذا الهدف لتكون دستور مصر في مجال مكافحه الفساد فاحنا بنقول كده هو ان هناك طاقه امل في مكافحه الفساد من اجل التنميه ودعم حقوق الانسان فاحنا بنستعرض لحضراتكم الفيلم البسيط ده بيلخص استراتيجيه مصر. التنمية مش مجرد كلمة أو رقم في معادلة اقتصادية. التنمية نتاج جهد وعرق، منهج كفاح ونجاح وجواز مرور لعبور جديد بيضرب بإيد من حديد كل أشكال الفساد. التنمية رحلة عمل بتشكل حاضرنا وبتبني مستقبلنا وبتفتح لأولادنا وأحفادنا طاقة أمل. الأمل تطبيق العدالة الاجتماعية، الهدف تحقيق الكرامة الإنسانية، الغاية الحفاظ على مقدرات الأمة المصرية من كل عدوان محتمل على حقوقها التنموية. وعشان يتحقق الهدف
كان لازم ننهض ونعبر المستحيل. قطعنا مسافة طويلة في رحلة الألف ميل برؤية مصر التنموية 2030. مصر مش هتتبني غير بدراعات المصريين. وفي 6 سنين قدرنا نحقق لمصر أحلام مؤجلة من 60 سنة. امتلكنا الجرأة وقدرنا نحلم وحولنا أحلامنا لواقع جديد بطول مصر وعرضها، ولسه ماشيين على الطريق الطويل. التنمية حق إنساني أصيل، مفيش حق أعلى ولا أغلى من الحقوق التنموية في حياة إنسانية كريمة، وعشان نصون مكتسباتها الشعبية وأملنا في تحقيق العدالة الاجتماعية، كان لازم هيئة الرقابة الإدارية وبدعم القيادة السياسية تحقق أعلى معدلات إنجازاتها كحائط صد ضد كل أشكال الفساد. نهضتنا التنموية هتفضل شاهدة على جهودنا الرقابية في مجال تجفيف منابع الفساد وتحسين مناخ الاستثمار ورفع تصنيف مصر الاقتصادي في المؤشرات العالمية، لأن هدفنا كان وهيفضل دايما حماية قيم النزاهة والعدل والمساواة، التحول الوطني للحوكمة والوقاية من الفساد، فرض سيادة القانون وتوجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف مصر في التنمية المستدامة. احنا ما عندناش وقت، احنا بنسابق الزمن. وفوق كل ده هتفضل غايتنا تحقيق العدالة الاجتماعية بالحفاظ على إنجازاتنا ومكتسباتنا التنموية كواحد من أهم حقوق الإنسان على أرضنا الطيبة. هنفضل دايما عيون مصر السهرانة على أمنها الاقتصادي والاجتماعي، لأننا شركاء في مسيرة البناء وأمناء على تحقيق الأمل لكل مواطن في حياة كريمة. بالتنمية بنحقق أهم حق أصيل من حقوق الإنسان، وبمنع الفساد بنصون مكاسبنا الاقتصادية ونكمل مسيرتنا التنموية ونواصل العمل عشان نفتح كل يوم طاقة أمل. يمكن حضراتكم الفيلم ده بيلخص خطة مصر. طبعا احنا لخصناها بحيث الفيلم ده ممكن أي حد غير متخصص يتفرج عليه يعرف الاستراتيجية بتاعت مصر. الاستراتيجية بتاعت مصر بقى لما هي تلاقي بقى في وسط قامات متخصصة كده، هي عبارة عن مجموعة من الأهداف، السياسة الأهداف دي بتطلع منها مجموعة من السياسات، السياسات دي بتطلع منها مسؤول عن التنفيذ، ومسؤول عن التنفيذ فيه مسؤول عن المتابعة، وعندنا برنامج زمني، وعندنا إيه؟ مؤشرات وقياس الأداء. ده اللي إحنا مؤشرات وقياس الأداء. فده دي الخطة اللي مبنية لمصر، وده الخطة التنفيذية اللي إحنا شغالين عليها. كان هناك خطة أولى حضراتكم في 2014 وكانت مدتها 4 سنوات، وثم بعد كده عملنا عملية تقييم للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، وشكلت مجموعة عمل فيها كافة متخصصين من جهات الدولة المختلفة، سواء أجهزة رقابية أو وزارات معنية أو وزارات قطاع مدني أو قطاع خاص، ثم أطلقنا الاستراتيجية الثانية اللي هي حضراتكم الحالية 2019-2020. الاستراتيجية الثانية لحضراتكم هي احنا طبعا ليها رؤية وليها رسالة وليها مجموعة من الأهداف. احنا بنستعرض لحضراتكم الـ9 أهداف الرئيسية للاستراتيجية: الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الإداري للدولة، ورساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وسلم وتحسيس التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ثم دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد. أعتقد الدكتور جمال زهران في كلينيكو كان بيأكد على نقط محددة. قال لابد ان يكون هناك مكافحه الفساد، والفساد لابد ان يكون له اثار اقتصاديه احنا متناولين، ولازم يكون في دعم للجهات الرقابيه، ولازم يكون في تفعيل. اعتقد المحاور بالعكس
الخطه بتاعتنا الخطه الطموحه كان الكلام بتاعتنا بلغه ان انا واحد مصري وطني ممكن اساعد ان انا اتواجد اتكلم بالنيابه عن زملائي في هيئه المقاومه الاداريه. فالخطه دي حضراتكم احنا شغالين عليها ومش هتنجح الا بتكاتف كافه جهات الدوله سواء الاجهزه القضيه او وزارات معنيه او محافظات او جامعات مصريه او اي من المنظمات المجتمع المدني وقطاع خاص. ان احنا هناك ضروره لتكاتف منظمات المجتمع المدني معانا في مجال مكافحه الفساد، وهنا بقى هم اعضاء معانا في اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد. احنا بسرعه كده حضراتكم عشان انا عارف الوقت، بعد الخطه دي اتعملت قامت الهيئه بوضع خطه لمتابعه التنفيذ. الخطه دي قامت على متابعه 84 جهه وتم انشاء 84 لجنه تنفيذيه داخل جهات الدوله وسميناهم مرصدين للتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد. باصبح عندنا نقطه اتصال مع كل جهه سواء وزارات او محافظات او جامعات. بنعمل عمليه دورات تدريبيه بصفه مستمره، بناخد منهم الفيدباك بتاعهم في تقارير دوريه بحيث ان احنا نعمل عمليه تقييم للوضع عامل ايه، بحيث ان احنا نصور ليه الاداء. يمكن احنا ابتدينا حضراتكم في 9/12/2014، هي رحله طويله، ويمكن احنا ملتزمين بكافه المعايير الدوليه. احنا اول استراتيجيه وطنيه لمكافحه الفساد تم اطلاقها تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، ويمكن احنا شرفنا اول مره لهيئه الرقابه الاداريه ان رئيس الجمهوريه يزور مبنى الرقابه الاداريه، وان هناك اراده سياسيه داعمه لهيئات مكافحه الفساد. عندنا حضراتكم تم اطلاق استراتيجيه وطنيه لمكافحه الفساد من مبنى الرقابه الاداريه بمعرفه السيد رئيس الجمهوريه. ثم دي كانت المرحله الاولى، ثم المرحله الثانيه تم اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد بمعرفه السيد رئيس الجمهوريه في المنتدى الافريقي في شرم الشيخ في 9/12/2018 اللي هي المرحله الثانيه من هذه الاستراتيجيه. احنا هنستعرض مع حضراتكم طبعا هنعرف الوقت وكده هنسالكم ماكسيموم نص ساعه، فانا هحاول اجري. احنا عندنا ابرز الاعمال اللي تمت سواء في مجال التشريع، طبعا احنا في تعاون ما بيننا وبين مجلس النواب ان احنا تعديل وسن التشريعات الداعمه لمكافحه الفساد. ان احنا هنا في قانون الخدمه المدنيه طبعا احنا اشتركنا فيه كهيئه وجهات معنيه، وكفينا بعض الرؤى في تعديل قانون الخدمه المدنيه في الدوله واللائحه التنفيذيه ومدونه السلوك الوظيفي المعهد القومي للتخطيط. ثم دلوقتي اصبح مركز الحوكمه والتنميه المستدامه والدكتوره شيكي تشريف، احنا في تعاون تام بيننا وبينها. وثم طبعا حضراتكم احنا هنتكلم كلمه الاستثمار. الاستثمار لابد كان يتم تنقيط القوانين المتعلقه بقوانين الاستثمار ووضع كافه الاطر الخاصه بتشجيع الاستثمار في مصر. احنا من ضمنها حضراتكم هيئه الرقابه الاداريه عدلت من الهيكل التنظيمي واصبح هناك دار داخل هيئه الرقابه الاداريه لدعم المستثمرين. يعني ترى احنا دورنا في اداره كامله انها بتتواصل مع جمعيات رجال الاعمال للوقوف على مشاكلهم دي لتسديدها بالتعاون مع جهاز اداري الدوله. ثم قانون مكافحه الجريمه المنظمه ورياضه البشر. طبعا حضراتكم الجريمه رقم واحد في العالم دلوقتي، لان زي ما بنقول كده اصبح هو ايه الجار في البشر والاعضاء البشريه، هي دي رقم واحد. يعني ما بقاش اللي شغال في السلاح والمخدرات والحاجات دي بقت في تيجي المركبه الثانيه الثالثه، انما اصبح حضراتكم الجريمه المنظمه اللي هي متعلقه بالجار في البشر هي تعتبر رقم واحد دلوقتي على مستوى العالم. يمكن في عندنا اتفاقيه الامم المتحده للجريمه المنظمه على الوطنيه ملحق بيها اربعه بتكون منها خاصه بالبروتوكولات الخاصه للحد من هذه الاخبار. اقدر اقول لحضراتكم من ضمن الحاجات كانت هناك رؤيه للقاضي اللي احنا عاملين قانون الرقابات المصري في لجنه البرلمان السابق، واحنا قدمنا مشروع قانون لتعديل قانون الرقابات المصري باضافه ريشه الموظف الاجنبي والموظفين الدوليين في مصر. ويمكن احنا دخلنا في نقاش في مجلس النواب والحمد لله حضراتكم تم تعديل قانون الرقابات المصري باضافه جريمه ريشه الموظف الاجنبي والموظف الدولي. من اهم الحاجات حضراتكم احنا هيئه الرقابه الاداريه تم انشائها في سنه القانون 54 لسنه خلال حضراتكم احنا كان قانوننا لم يتم تعديله لمده اكثر من 50 سنه. اللي احنا بنتكلم على دعم الهيئات الرقابيه اصبح
قانون هيئه الرقابه الاداريه لا يتواكب مع المعايير الدوليه والاتفاقات الدوليه اللي مصر قامت عليها. فيمكن الاراده السياسيه كانت هنا حضراتكم دعم مكافحه الفساد من 2017 تم تعديل قانون هيئه الرقابه الاداريه، و 2017 اصبح قانون هيئه الرقابه الاداريه توافق مع المعايير الدوليه ضمن المواد الاتفاقيه في الماده 6 والماده 36 من اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد، وتم منح صلاحيات لهيئه الرقابه الاداريه وحذف المواد التي تقيم عملها واصبح من ضمن اختصاصات هيئه الرقابه. احنا في اخر العرض انا برضه معلش بقى الانتماي لهيئه الرقابه الاداريه، بقى لي 25 سنه شغال في الرقابه، فاعذروني ان انا خمس دقائق كده مش هنقول هيئه الرقابه الاداريه ايه وقوانينها ايه. من ضمن الحاجات المهمه اللي في الوضع الراهن لحضراتكم، احنا عملنا مؤشر وطني لقياس ادراك الفساد في المجتمع المصري. احنا كل سنه بنقيس الفساد داخل الوزارات والمحافظات والجامعات المصريه وفقا، احنا خدنا المعايير الدوليه لمؤشر مدركات الفساد والبزنس والتنافسيه واسم المنهجيه بتاعت هذه المؤشرات. طبعا الدكتور ياسين في حد سياسه واقتصاد هنا طبعا طبعا حضراتكم تعلموا تماما المؤشرات الدوليه، واحنا لازم احنا عملنا مؤشر وطني اخذنا فيه نفس المنهجيه الدوليه وطبقناه داخل مصر واسمنا الفساد، بحيث ان احنا لما نيجي نحط خريطه لمصر نعرف احنا هنشتغل ازاي. احنا بالاضافه ان اصبح عندنا في مكتب داخل هيئه الرقابه الاداريه خاصه بمتابعه المؤشرات الدوليه للوقوف على تصنيف مصر، واصبح من ضمن قانون هيئه الرقابه الاداريه حضراتكم في مكتب خاصه بمتابعه المؤشرات الدوليه للوقوف على احنا بيقيمونا ازاي ومناظره لينا ايه في المؤشرات الدوليه، ان اصبح لازم يبقى في ارتباط ما بين استراتيجيه مكافحه الفساد ومؤشرات مكافحه الفساد و اهداف الحمايه للامم المتحده ومعايير حقوق الانسان ومعايير التنميه المستدامه، كل ده لازم كلها نصب عيوننا في مجال مكافحه الفساد. منح اخر حضراتكم، ممكن احنا برضو احنا بنشوف المنظمات الدوليه بتعمل ايه. عندنا منظمه الايزو اصدرت مواصفه قياسيه لنسب مكافحه الرشوه، عندنا المواصفه القياسيه 37,000 واحد، ممكن احنا شاركنا في وضع هذه المواصفه وخلينا رؤى لمنظمه الايزو في صياغه الوثيقه المتعلقه ب 37,000 واحد. ومن هنا حضراتكم طبعا في بعض كان في هناك بعض التحفظات التي لا تتناسب مع القوانين الوطنيه، زي مثلا على سبيل المثال العمولة مثلا في بعض في مواصفه 37,000 واحد الدوليه نص على جزء ان احنا بيدي سماحيه للقطاع الخاص بالعموله. احنا عندنا هنا في مصر بنرفض العموله انها تجي نوع من انواع اللي هي حضراتكم يعني ممكن يكون يسوغها بعض الفساد. فمن هنا حضراتكم احنا بالتعاون مع الهيئه العامه للصحه والجوده تم وضع المواصفه القياسيه الوطنيه 37,000 واحد الوطنيه اللي احنا طعمناها كل القوانين والتشريعات المحليه. احنا بنحاول ان احنا نتواكب مع كافه المعايير الدوليه في كافه الاتجاهات عشان اثناء تواجدنا قبل السبب ان احنا لما نيجي نكافح الفساد نحط خطه تبقى احسن خطه تكون مواكبه للاتفاقيات الدوليه. بالنسبه في هدف رفع الوعي الجماهيري، الهدف ده مهم جدا، ما فيش جهه في الدنيا هتكافح الفساد لوحدها. احنا حتى يمكن السلوجان بتاع الهيئه احنا اخترناه شركاء في حمايه مصالح الوطن. احنا مش لوحدنا اللي بنكافح الفساد، لازم يبقى في لينا شركاء في مكافحه الفساد. الشركاء دول حضراتكم المجتمع المواطنين، وقلنا نبتدي بالطلبه، الطلبه في المدارس والطلبه في الجامعات. يمكن احنا عملنا معايير من الانشطه داخل المدارس والجامعات وبنحاول نفعلها، لدرجه ان احنا وصلنا اكثر من كده ان احنا كان لنا رؤى المدارس على الجامعات. يمكن بطبيعتي ان انا اشتغلت فتره طويله في الملف الاساسي اللي انا قعدت فيه 14 سنه، كنت مسؤول عن وزاره التربيه والتعليم والجامعات. شرفت ان انا اشتغلت فتره على جامعه عين شمس وجامعه اسكندريه وجامعه المنصوره وجامعه كفر الشيخ، فيعني الواحد له خلفيه جامعيه شويه، لدرجه ان انا قلت بقى كملت الماجستير وبكمل الدكتوراه عشان ابقى واحد من عيش الحياه الجامعيه. ف احنا ابتدينا ان احنا ابتدينا على منهج لمكافحه الفساد، احنا عرضناه على مجلس اعلى الجامعات وناقشناه واعتمد هذا المنهج، واصبح مفيش طالب في اي جامعه في اي كليه حكوميه حاليا بيتخرج الا لما بياخد منهج مكافحه الفساد. واحنا قلنا نبتدي حضراتكم من 4 سنين المنهج ده يكون نظام الى
التعلم الالكتروني هو موجود على الويب سايت بتاع مجلس اعلى الجامعات، ورفضنا ان هو يكون في الشكل بتاعك عشان حضرتك تعلموا كمان اللي شغال في مجال طب اللي درس حقوق ولا درس فقه. هل في مشاكل في الكتاب؟ قلنا الكتاب منع مكافحه الفساد، يبقى بنظام الايلرنينج قبل اللي احنا وصلنا له دلوقتي حضراتكم. احنا ابتدينا من 4 سنين في منع مكافحه الفساد، احنا برضه ابتدينا رؤى في وزاره التربيه والتعليم، تم تعديل العديد من المناهج الدراسيه للطلبه. احنا وصلنا دلوقتي نلاقوا حضراتكم في بعض الطلب في كتب تعريف الفساد، انا جهات الفساد ايه هي، الجهات الرقابيه اللي عليها مكافحه الفساد، اللي هي المؤشرات الدوليه، تعريف الفساد ده البنك الدولي، تعريف الفساد ده منظمة الصحه الدوليه، كل ده موجود اصبح دلوقتي حضراتكم في المناهج الدراسيه للطلبه. من هو ابتدينا نعمل اكتيفيتي وانشطه داخل الجامعات المصريه بالتنسيق مع رؤساء الجامعات، مسابقه في انشطه رياضيه، انشطه ثقافيه، احنا بنقعد في الجامعات نقعد ندوات مع الطلبه، نعمل ورش عمل، مسابقات شعر، رسم، مسرحيات قصيره، طلبنا بقى في مجلس اعلى ثقافه، احنا حبينا ناخد الموضوع الثقافي ده. احنا قاعد اقول لحضراتكم ان احنا عملنا مسابقة احسن فيديو كليب، احسن فيديو كليب مثلا كان حضراتكم احدى الجامعات دون ذكر اسماء خلت المرتشي عمله لمده 2 امين عام الجامعه، امين عام الجامعه الوالد دولاب مثله جوه المكتب بتاعه، يعتبر اكبر من اكبر وظيفه اداريه خاصه بالجامعه اللي هو امين عام الجامعه، يمكن خلوا له برشه وطلب طبعا الوافدين، انت عارف ان حضرتك موضوع الطلبه الوافدين والى اخره، فالولاد عملوا فيلم كده بسيط وكان بطل امين عام الجامعه، احنا كرمناه، كان نعمل مسابقات في مجاله، احسن رسمه، احسن شعر، احنا ابتدينا ندخل بعد كده كاعلام نعمل توعيه. تلاقي حضرتك في حملات اعلاميه بتبقى في رمضان او في التشعيب، الاسبوع اللي فات حضرتك اللي كان ملاحظ احنا ابتدينا نستغل بعض هتلاقوا حضرتك كوبري 6 اكتوبر الثمانيه الكبرى تنزل اعلانات خاصه بتوعيه المواطن، يمكن احنا اشتغلنا على حمل فتره حمله اسمها المرايه، لو بصينا في المرايه هي دي البدايه، ده كان شعار الحمله، واحنا دايما بنحاول نستخدم الفصل عينها والفساد عشان نلاقي القبول في الشارع، ابتدينا نشوف الفنانين يساعدونا في الاغاني التبرعات منهم بحيث يبقى في مساهمه ان عمليه حضراتكم الاعلام دي عمليه مكلفه جدا، سواء اعلانات او بانرات في الشوارع، عمليه محتاجه تمويل كبير، فاحنا بنحاول ان احنا بالتعاون مع ان احنا ما نكلفش الدوله في اي انشطه بنقدمها داخل الهيئه اي بلد منها، كل الحملات اللي تمت او كل الانشطه اللي تمت دون تكلفه خزانه الدوله اي بلد منها. احنا يهمنا طبعا حضرتك ان احنا نتواكب مع المعايير الدوليه، في حاجه اسمها التكتيكات الدوليه وفي حاجه اسمها تقييم واستعراض، يمكن احنا خلصنا الحمد لله حضراتكم دوله الاستعراض الاولى في تقييم مصر في الاتحاد الاوروبي المتحده لمكافحه الفساد، وخلصنا الحمد لله دوله الاستعراض الثانيه في مدى التزام مصر بالمعايير الدوليه المتعلقه بمكافحه الفساد، ان برضه في 2000 دايما بقول لحضراتكم دايما ابتديت كلامي من 2014، ان من 2014 صدر قرار بان هيئه الرقابات الاداريه هي الجهه الرسميه اللي هتمثل مصر بين الامم المتحده. احنا عندنا في الماده 6 في الاتفاقيه بقى تتعين على كل دوله طرف ماضي على الاتفاقيه ان تقوم بانتخاب هيئه لمنع الفساد، وان الهيئه دي تكون مسؤوله على وضع سياسات منع الفساد طبقا للماده 5 من الاتفاقيه. المادة 5 من الاتفاقية قالت تعاين على كل دولة أن يكون لديها استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فمن هنا حضراتكم وأصبحت هيئة الرقابة هي الجهة المعنية طبقا للمادة 6، وإن إحنا نفذنا المادة 5 بالتعاون مع كافة جهات شركاء النجاح داخل جمهورية مصر العربية. طبعا حضراتكم إحنا بنتواجد في الأمم المتحدة، ده المبنى الخاص بمكتب الأمم المتحدة للمعنى الجريمة والمخدرات اللي بيدير في الامم المتحده لمكافحه الفساد، ولنا تواجد دلوقتي بصفه دائمه بنستعرض جهود مصر ايه، يمكن احنا عملنا في 2018 و19 سايبرين كتاب ورحنا استعرضنا الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد، نفس الموضوع حضراتكم في جامعه الدول العربيه، نفس القصه حضراتكم في الاتحاد الافريقي، يمكن المسائل رئيس الجمهوريه اطمن
مبادرة بمنح الملح لجميع هيئات مكافحة الفساد، وأصبحت هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هي الجهة المعنية لتدريب كافة هيئات مكافحة الفساد على مستوى 55 دولة أفريقية. طبعاً إحنا قلنا في مجال منظمات المجتمع المدني في تعاون ما بيننا وبين العديد من منظمات المجتمع المدني في مجال حضراتكم إنشاء مدونة سلوك، كانت إنشاءنا أول مدونة سلوك للعاملين في منظمات المجتمع المدني وفي القطاع الخاص. يمكن هي دي بسرعة كده خريطة مصر إيه في مجال مكافحة الفساد. أنا هختم كلمتي في آخر خمس دقايق أو ثواني خلاص هنختم بيها. طب قالت الرقابة الإدارية ودورها إيه حضراتكم؟ إن هيئة الرقابة الإدارية أصبحت هي قانونها وفقا لقانون 2017 هي هيئة أصبحت هيئة مستقل تابعة للسيد رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلالها الفني والمالي والإداري. طبعا ده حضراتكم طبقا لقانونها الجديد اللي في 2017 احنا عدنا من سنة 64 ولكن 2017 لم يتم تعديل مادة واحدة من قانون هيئة الرقابة الإدارية. طبعا التعديلات الجديدة منحت صلاحيات كبيرة واسعة لهيئة الرقابة الإدارية وأصبحت الهيئة معنية بالمنح و المكافحة ووضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد. طبعا الهيئة بتشكل من رئيس هيئة ونائب رئيس الهيئة ومجموعة من زملائي اللي هم أعضاء هيئة الرقابة الإدارية. ممكن أنا أستاذن حضراتكم فين ومدته أسبوع ونص ونختم دي الجلسة الترتيبية أو الجلسة أو الحوارية ديت فيما يتعلق بهيئة الرقابة الإدارية. من فجر التاريخ، من بداية الحضارة اللي اتولدت على أرض مصر، سطر أجدادنا حضارة للعالم كله على أساس القواعد الأخلاقية والوقاية من الفساد، وعرفوا معنى الحساب، الخير والشر، وأمنوا بيه وجسدوه بالميزان وريشة الحق. وكان قلب كل إنسان بيوضع أمامها على كفة الميزان ويشهد: أنا لم أسرق، أنا لم أغلق أذني عن سماع قول الحق، أنا لم أغش أحد، ولم أسرق أرض أحد، أنا لم أخالف القانون، أنا لم أضع نفسي موضع الشبهات. إحنا في هيئة الرقابة الإدارية المصرية بنشارك العالم قصة نجاحنا اللي بدأت كهيئة مستقلة طبقاً للقانون اللي تم وضعه لتنظيم صلاحيتها، والنهاردة وبعد آلاف السنين من التطور بنحتفل كفريق عمل في هيئة الرقابة الإدارية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بقصة إرادة ونجاح مبنية على الالتزام بقواعد النزاهة والضمير اللي أجدادنا عرفوها ووصونا بيها، وبنطبق بكل حزم أرقى المعايير العالمية في الرقابة ومنع ومكافحة كل صور الفساد المالي والإداري والجنائي. وقد سطر دستور 2014 واجبات الهيئة ومسؤوليتها في مكافحة الفساد، فنظمت الهيئة صفوفها وأعادت ترتيب قوتها بأجهزة ووحدات تكنولوجيا معلومات باعتبارهم أسلحتنا في المعركة ضد الفساد، مع العمل على نشر وتطوير نظام التحول الرقمي ليشمل كل قطاعات الخدمات المقدمة للمواطنين وأنشطة الهيئة على مستوى البلاد اللي أصبح ضرورة في مجال تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الجرائم ذات الطابع الإقليمي والدولي، ولأن الهيئة في حالة تطوير وتحديث مستمر. وإيمانا من القيادة السياسية بأهمية التطوير، تم تعديل قانون الهيئة في عام 2017 ليسمح بتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبناء كوادر رقابية متخصصة وتطوير مهارات العاملين في الهيئة وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة. واستطاعت الأكاديمية بدعم قيادات الهيئة ومختلف أجهزة الدولة إنها تتحول لمعهد ومنارة علمية حقيقية في برامج الماجستير الأكاديمية
وبرامج العمل الرقابي والإدارة والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من البرامج اللي بيتم تحديثها وفق أحدث نظم البحث العالمية. الاستراتيجية اللي محطوطة هي خطوة هائلة في اتجاه دعم مكافحة الفساد. ولأن قيادة الدولة بتؤمن إن مواجهة ومكافحة والقضاء على الفساد ومنابعه شرط أساسي من شروط التنمية، وإن دي مهمة لابد من اشتراك وتنسيق مجموعة من الجهات وأجهزة الدولة ذات العلاقة بقضية الرقابة ومواجهة الفساد، تم تأسيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لرسم السياسات والخطط ووضع الآليات لمحاربة الفساد والوقاية منه. وحرصت الدولة بأجهزتها المختلفة على توعية المجتمع ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية. الأجهزة الرقابية بالكامل غير مكبلة على الإطلاق، بالعكس كل التشجيع وعدم التدخل في شؤونها أبدا. من جانبها فقد أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في مكافحة الفساد، وقامت بإدراج الاستراتيجية الوطنية المصرية كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وفي ختام فعالية منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ وفي التاسع من شهر ديسمبر تحديدا، أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. أنا بوجه الشكر للرقابة الإدارية على الجهد اللي بيبذلوه خلال المرحلة الصعبة اللي احنا فيها دي. النهاردة بنحتفل بإنجازات عام مضى وبنستقبل عام جديد، وكلنا كفريق عمل واحد في هيئة الرقابة الإدارية بنواصل الجهد والالتزام في خدمة وطن غالي، لأننا بنعتبر أنفسنا دائما حراس الضمير، حراس الوطن. يعني أعفاني من كثير من التفصيلات وحمي على ما تم عرضه
من الثقافه الصينيه في شكل ربما استنباط او يعني استقاء للاستراتيجيه والتركيز على ما يتم في جماعه القرارات احدى الوحدات المخاطره بالتنفيذ كما اشار سيدي. الحقيقه انتظم العرض في رباعيه هنبدا ب ما تم قراءته او ما تم عرضه من تفصيلات اجمال هذه التفصيلات في اهم معالم الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد من واقع قراءه عامه لمفردات هذه الاستراتيجيه المهمه، ثم الجزء الثاني عن انجازات تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه في جامعه القاهره في السنتين الماضيتين، ثم نقاط تطوير مستقبليه للتنفيذ في بقيه المده، واخيرا دروس مستفاده من حاله جامعه القاهره في تنفيذ هذه الاستراتيجيه وقراءه ايضا عن قرب. ما تم عرضه في الكلمه الاولى نستطيع ان احنا نرصد اهم معالم هذه الاستراتيجيه في العناصر التاليه. السمت الاول لها القابليه للقياس بوجود 9 اهداف كما اشار سيد اللواء خالد سعيد، ثم ترجمه الاهداف في مؤشرات قابله للقياس، ثم نطبق كل جهه من خلال دليل اجرائي موازي للاستراتيجيه بتقديم البيانات المطلوبه في كل مؤشر واطار زمني للردود المطلوبه وتدعيم زي التدعيم المسبقه. فهذا المعلم الاول يحقق عائد مهم، تبادل جليا خلال السنتين الاوليين، تمكين كل وحده مخططه من استيفاء المطلوب منها على اعتبار الخماسيه المشهوره في قسم الاداره العامه ان لا يسهل قياسه، يسهل انجازه، يسهل تقديم الدليل عليه، يسهل تقييمه، ويسهل المساءله عليه. وبالتالي هذا المعلم وفر هذه الامكانيه ان كل وحده مخططه تسترشد بهذه الامور القابله للقياس. المعلم الثاني هو عقد اختصاص. المؤشرات المطلوبه في الاستراتيجيه من خلال ترجمه الاهداف الـ9 المحدده هي ليست واحده في كل وحده مخططه. الحقيقه الدليل الاستشهادي الذي واكب صدور الاستراتيجيه فكك ووزع المؤشرات حسب طبيعه كل وحده. فنجد ان هناك مؤشرات مطالب بها او مطالب باستيفائها الوزارات عموما، ثم اجراءات اضافيه مطالب بها 10 وزارات محدده كالتخطيط والماليه والاتصالات وغيرها، ثم المحافظات، ثم الجامعات، ثم جهات انفاذ القانون، ثم جهات اخرى كمجلس النواب والجهاز المركزي للمنظومه الاداره الى اخره. وبالتالي مراعاه طبيعه كل وحده مخططه و اختلاف المؤشرات المطلوبه في كل بحيث في النهايه ده حقق عائد مهم جدا ان كل وحده ركزت في المؤشرات المتعلقه باختصاصاتها، ثم تكاملت الصوره في النهايه نحو الاهداف الـ9 ومسار التقدم لصدارها. وهو ما يحقق سياقا استقرائيا محمودا بان يعني يتم الابتعاد عن يعني ما هو ليس في اختصاص كل وحده. السبت الثالث او المعلم الثالث المتابعه المستمره بتقديم كل وحده مخاطبه تقريرا بانجازاتها وفقا للمؤشرات المنطبقه عليها كل 3 اشهر عدا اول ربع في اول سنه، وبالتالي اصبح مع نهايه الاستراتيجيه 15 تقرير في الـ4 سنوات. وده احدث عائدا مهما ان كل وحده مخاطبه عايزت مفردات استراتيجيه بشكل دائم، واصبحت هناك يعني جهود في العمل على تنفيذ ما هو مطلوب منها لاستيفاء المؤشرات في شكل دوري مما يعني يسمح بالتصحيح المستمر لاي فجوات ممكن ان تظهر بدلا من الانتظار حتى التقييم البعدي النهائي. المعلم الرابع تدشين المؤسسيه. طبعا كما اشار السيد اللواء في الكلمه الاولى انه الاعداد نفسه راعى هذه المؤسسات.
مؤسسية من خلال وجود لجنة وطنية موسيقية ثم لجنة فرعية. فهذه الهيراركية بتدعم الفكر الاحترافي الجاري. أيضا هناك مؤسسية في داخل كل وحدة، لأن يعني اختارت كل وحدة الشكل المؤسسي لإدارة ومتابعة هذا الملف المهم داخلها. وهذين المثالين أدى إلى وجود عائد متحقق مهم زي ما قلت الإدارة الاحترافية للملف، ولا تمكين الكيان المؤسسي المنشأ بالصلاحيات اللازمة لتحمل مسؤولياته. فعلى سبيل المثال في جامعة القاهرة تم تشكيل لجنة لتنفيذ السياسات الاستراتيجية الوطنية للمناخ في مؤسسة جامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وعضوية نخبة من عملاء الكليات والخبراء بالإضافة إلى أمين الجامعة مع وجود منسق عام وهو نائب رئيس اللجنة وهو الأستاذ الدكتور عميد وجيه الفضل. فهذا الشكل المؤسسي أيضا بيسمح بوجود صلاحيات وتوازن ما بين السلطات والمسؤوليات لتحقيق الأهداف المتغيرة من مثل هذه الأشكال المؤسسية. المعنى الخامس الشمولية، وتبدت الشمولية دليا في أكثر من بند. أولا شمولية أهداف ذاتها كما تم أعطاها في الإجابة في الكلمة الأولى. الشمولية أيضا في الوحدات المخاطبة بحيث تغطي الأهداف المتغيرة. الشمولية أيضا في الأبعاد أنها تحمل الاختراق أو الجانب الوقائي وهو الأهم طبعا سد منابع الفساد بجانب الجانب العلاجي. ثم شمولية المستويات بأن تحمل مستويات محلية وإقليمية ودولية. وأخيرا شمولية الإعداد كما تمت الإشارة وجود تنوع في تخصصات فريق إعداد ومتابعة الاستراتيجية. وطبعا ده حقق عائدة مهمة من تقديم صورة متكاملة للحوكمة ومكافحة الفساد. المعلم ستة هو نقل الخبرات. فإن كنا في الجامعة نتحدث عن التراكم المعرفي فهنا نتحدث عن التراكم الممارسي لصحيح التعليم. فهناك لقاءات دولية مع منسقي الملف في الوحدات المخاطبة بحسب طبعا الفئات المدرجة فيها بمعنى منسقي الجامعات منسقي الوزارات إلى آخره. وهناك أيضا انطلاق استراتيجية من فجوات استراتيجية. الاستراتيجية الثانية حددت بعض الفجوات التي نزلت على الاستراتيجية الأولى 14-18 وبالتالي بنت عليها. المثالين دول بيأكدوا فيما يتعلق باللقاءات الدولية دي مع منسق الملف أن حدث نوع من الاثراء التنافسية بين الوحدات. وبالتالي كل وحدة مخاطبة حينما تجد نظرائها في شكل يعني الإنجازات المقدمة بتتحمس ويحدث التنافس المحمود اللي دايما بنحدث عنه في الإدارة. أيضا البناء على الفجوات السابقة ده بيساهم في رسم مؤشرات المرحلة الجديدة باعتبار أن التقييم هو أولى علاقات الإصلاح. على سبيل المثال الهدف الخاص بالجهاز الإداري للدولة في حينما يعني تم التوجه نحو إعداد استراتيجية جديدة تم تحديد فجوة بأنه مع صدور قرار الخدمة المدنية في 2016 كانت هناك يعني مكملات كان يجب أن تصدر ولا تصدر، وبالتالي أشير إليها كإحدى الفجوات. وبالتالي تم البناء على ذلك في فترة من 18 إلى 20 حدثت يعني جملة من الإصدارات المهمة كانت لازمة لاستكمال مسار الخدمة المدنية الجديدة. نتحدث عن مكملات متعلقة بالمجموعات الوظيفية والمجموعات المعية في صدور 35-2019 وده متعلق بمعايير التوصيف الجديدة. أيضا حدث في الاختيار والتعيين 125-2018 وقرار التعاقدات في الخدمة المدنية. نتحدث عن 2019 التقسيمات التنظيمية الجديدة 22 الخاص بالموارد البشرية و 86 الخاص بالإدارة الاستراتيجية و 87 الخاص بالتحول الرقمي و 54-2020 الخاص بالمراجعة الداخلية. كل هذه التقسيمات التنظيمية كانت وردت في قرار رئيس الوزراء 11/46/2018 وتم صدور القرارات التنفيذية المتعلقة بها في ما يتعلق بإنجازات هذا المسار. أيضا في 2019 صدر قرار 63/2019 متعلق بتقييم الأداء. الشاهد أنه بناء على هذا التحديد للفجوة
كان من ضمن طبعا اسهامات اخرى كان الحديث عن هذه الاسهامات المكمله للخدمه المدنيه، وده اللي بنتكلم عنه في اطار التراكم والبناء على ما قدم سابقا. المعلم السابع الدعم السياسي كما يعني ورد في الحكايه الاولى، القياده السياسيه واطلاقها الاستراتيجيه الاولى والثانيه، الوقوف على مسار التقدم بشكل مستمر، رئيس مجلس الوزراء في المتابعه الدوليه، وفي التحفيز كان تبدا من الاحتفاليه المتعلقه بمكافحه الفساد في 9 سنين الماضيه، وتكريم افضل منسقين لملف التنفيذ للاستراتيجيه على مستوى الوحدات. وده طبعا من ضمن عواقبه انه بيدفع او بيمثل قوه دفع الملف، وايضا بيحقق الدافعيه للعمل والانجاز. المعلم الاخير كقراءه ماليه هو التحفيز، وهو طبعا يمثل تدريجا لما تم من جهود. ففي الاحتفاليه المشار اليها 9 سنين الماضي تم تكريم افضل منسقي تنفيذ الاستراتيجيه داخل الوحدات المخاطبه بحسب فئاتها. على سبيل المثال تم تكريم 2 من منسقي الجامعات المصريه في اطار الاحتفاء بيوم العداله ومكافحه الفساد، وكان من المنسق جامعه القاهره الاستاذ الدكتور مستعيد عميد الاقتصاد اللي نتشرف بالانتماء اليها. وده طبعا بيمثل عائدا مهما انه بيدفع بلدى المكرمين ان يستمروا في التجويد في اداره هذا الملف، كما يشجع الاخرين على حذف نفس ده لينالوا نفس التكريم. دي قراءه سريعه لمعامل اوليه للاستراتيجيه، ننتقل منها الى المعمل الثاني وهو اهم انجازات جامعه القاهره في اطار تنفيذ هذه الاستراتيجيه. طبعا دي امثله، احنا ملتزمين حتى الان بتقديم 7 خطوات وفقا للاطر الزمنيه التي اعدتها الهيئه. وفي يناير الجاري يوم 10 قدمنا التقرير السابع، ولكن اخترنا كده امثله لاهم الممارسات التي وردت في انجازات جامعه القاهره. 1 بروتوكول تعاون بين جامعه القاهره وهيئه الرقابه الاداريه من اجل الدعم الفني المتبادل. هيئه الرقابه الاداريه بتمثل دعما فنيا للبرامج التدريبيه سواء لاعضاء التدريس او للهيئه المعاونه او الجهاز الاداري. ايضا جامعه القاهره بتتعاون مع الهيئه في تقديم برامج اكاديميه، وطبعا في هذا السياق بنشير الى الانتهاء من لائحه اليوم وماجستير الحوكمه ومكافحه الفساد ما بين كليه الاقتصاد ومدرسه جامعه القاهره والاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد، وان شاء الله سوف يطلق في 9 فبراير القادم كبرنامج ماجستير اكاديمي. طبعا يعادل درجه الماجستير الاكاديمي التي تمنحها كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في الاداره العامه. ايضا هناك دورات تدريبيه مستمره ومحاضرات كما اشير في الكلمه الاولى. من اهم الانجازات ايضا التحول الرقمي في جامعه القاهره، طبعا مع منذ البدايه، وطبعا زادت في منتصف مارس الماضي مع جائحه كورونا. حاليا جامعه القاهره تمتلك منصه عالميه بلاك بورد، وتقيم خلالها المقررات الدراسيه بكل مفرداتها. ايضا هناك لوحه من القياده المركزيه للجامعه متعلقه بميكنه خدمات نظم التحصيل الالكتروني وتسجيل المدن والمعلومات الى اخره. من ايضا الانجازات اصدارات جامعه القاهره في مجال مكافحه الفساد، منها على سبيل المثال اصدار الدليل الاستشهادي للخدمات الجامعيه، اصدار دليل الطالب للتحصيل الالكتروني. 4 التوسع في تنفيذ خطط التدريب عن بعد، خصوصا في الفتره من مارس كما ذكرت، دورات سواء مركز تنميه قدرات اعضاء التدريس او جامعه القاهره للغات الاجنبيه والترجمه او وحده معارض العنف وغيرها. وطبعا توجه التعليم عن بعد يحقق عوائد كثيره كما هو معروف. 5 التطوير التنظيمي سواء في المبادئ الحاكمه للهيكله التنظيميه الموجوده في قرار 120/2015 الخاص بمعايير التقسيمات التنظيميه وتطويرها. ايضا في معتمد قرار 46 المتعلق باستحداث تقسيمات تنظيميه
كما ذكرت الموارد البشرية والإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي والمراجعة التسليمية والدعم التسليمي، فأيضا في تعاون في بين جامعة القاهرة وبين جهاز مركز التنظيم والإدارة في يعني اعتماد الهيئات التنظيمية واستحداث هذه الكيانات الجديدة. ستة، متابعة النظام المتكامل لجوائز التنافس الحكومي، سواء منها ما يتعلق بالجائزة مصر للتنافس الحكومي التي تتم تحت رعاية وزارة التخطيط، أو جائزة أو الاعتماد المحلي وتجديده، أو الاعتماد الدولي أو الأيزو. كل هذه الجوائز جماعة القاهرة يعني تحاول تستوفي متطلباتها، وعلى سبيل المثال في جائزة مصر للتنافس الحكومي في دولتها الأولى والثانية 4 كليات من جامعة القاهرة في الدولتين، يعني كانوا من ضمن أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية. وهذا العام بنتشرف كلية الاقتصاد والسياسية أن تم اختيارنا من ضمن أفضل 10 كليات وفي مجال التصفية في المراكز الثلاثة الأولى في الاحتفالية التي تتم تحت رعاية مجلس الوزراء، وإن شاء الله يعني تطور بإحدى المناطق الأولى. سبعة، التطبيق الكامل أو السعي للتحول لموازنات البرامج والأداء. طبعاً معروف مشاكل موازنات البنود التقليدية، فهناك يعني تحول واتجاه كبير لتطبيق موازنات البرامج والأداء في جامعة القاهرة، بوجود أو ترجمة الأنشطة للبرامج الرئيسية، ثم من البرامج الرئيسية البرامج الفرعية، ثم الأنشطة، ثم التحديد الزمني إلى آخره، وده ينعكس على تقييم فعال لأداءات البرامج ومن يستحق التعزيز أو الاستمرار ومن يجب أن يزال. وده طبعاً يمثل إدارة جيدة وتوفير الموارد، وبالتالي هناك تحول مهم في هذا المجال. طبعا لا ندعي انه اصبح هناك تطبيق كامل لهذا التحول او للموازنات الاداء، ولكن هناك يعني توجه وورش عمل بتتم وخطوات في هذا المسار، ونتمنى ان يطلب بتطبيق كامل للموازنات الاداء. المحور الثالث في العرض هو اهم نقاط التطوير المستقبليه لجامعه القاهره. طبعا ما بنقولش فجوات او نقاط ضعف، احنا بنقول انه بعد مرور سنتين من الاستراتيجيه حققنا انجازات، ولكن خلال الفتره القادمه بنسعى الى استكمال هذه الانجازات. نعود منها على سبيل المثال الانتهاء من التطوير التنظيمي وفقا لمبادئ الحاكمه الموجوده في 2022-2015 قرار المعايير، وايضا زي ما قلت استحداث واعتماد بقى التقسيمات الجديده المعول عليها في يعني تفعيل اداءات الجهاز الاداري لجامعه القاهره كوحده طبعا مخاطبه من ضمن وحدات الدوله. البند 2 في نقاط التطوير المستقبليه النهائي للدوله، والمقرر الاخر لست لواء في حقوق الانسان والتاكد من ادراكه في كل كليات الجامعه. الجانب التدريبي ودورات الحوكمه والمحتسب كدوره الزاميه ضمن دورات الترقيه لاعضاء التدريس، ضمن دورات الترقي لجهاز اداري الدوله، ضمن مساله مهمه. 4، توسع التحول الرقمي، نتمنى ان تختفي الاوراق تماما يعني في مرحله قريبه ان شاء الله. 5، استكمال التحول من موازنات البنود لموازنات البرامج والاداء. 6، الجوائز التي تتقدم عليها جامعه القاهره وحداتها الداخليه، الاعتماد المحلي وتجديده، الاعتماد الدولي، التنافس الحكومي، الايزو، وغيرها من نقاط. لكن الستة المختارين بيعبروا عن نقاط اولويه. اخيرا، دروس مستفاده من تجربه جامعه القاهره على مدار السنتين محل الفحص. الدرس الاول اهميه دعم السلطه المختصه. طبعا في الوحدات المخاطبه هنا الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه، يعني طبعا هو زي ما قلت رئيس لجنه
تنفيذ الاستراتيجيه دي للطياره، ده اعطى يعني قوه للمهنه والبيانات المطلوبه بتستوفى في الموعد لكتابه التقرير وارساله للهيئه، فده مثل دعما كبيرا للدفع لمفردات التنفيذ والالتزام بالبعد الفني والزمني. والبند او الدرس الثاني اهميه التنسيق ما بين الجهات المختلفه داخل الوحده المخططه، خاصه في البيانات المطلوبه من اكثر من جهه. احنا بنلاقي كل الكليات بتبعت او مفترض انها تستوفي حتى يكتب تقرير بالشكل المطلوب، بنجد وحدات متداخله، بنجد اكثر من كيان، وبالتالي التنسيق من وجود منسق دي مساله مهمه. والدرس الثالث اهميه الملكمه في تحقيق الاستجابات المطلوبه، كثير من البيانات الملكمه والتحول الرقمي سواء قاعده بيانات الاصول او قاعده بيانات العاملين او غيرها سهلت كثيرا في استيفاء جامعه القاهره لما هو مطلوب منها من مفردات في اطار التقارير السبعه حتى الان، وان شاء الله الثمانيه المترافقين في الاستجابات المطلوبه. اربعه نجاح فكره المنسق العام للاستراتيجيه في كل وحده مخططه، بحيث مثلت فوكال بوينت او نقطه تمركز لتجميع كل المؤشرات المطلوبه، وده ايضا بيسهل العمل. خمسه اهميه تبني الاستراتيجيات الكبيره في ادله اجرائيه تشغيليه، الدليل الذي اعدته الهيئه باحترافيه شديده وواكب الاستراتيجيه ذاتها سهل كثيرا في العمل بالوحدات المخططه بما هو مطلوب في اطار كل هدف، وما هي المؤشرات، وما هي البيانات المطلوبه، وما هي الادله التي يجب ان تثبت هذه المؤشرات. ده مساله مهمه جدا. يعني اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ويعني اجدد تشرفي ويعني امتناني بهذه الدعوه الكريمه في اطار اعاده المجلس على الثقافه. وشكرا لرئيس المجلس. شكرا لدكتور مرزوق على هذا العرض الوافي، ويعني في نقاط كتير قوي كان تناولها، وفي طبعا نقاط مثيره جدا، يعني بنشكر حضرتك وبنأني حضرتك عليها، لان طبعا جهد ملموس حضرتك ساهمت فيه.